شطارة الأمهات في المطبخ ما يختلفوش عليها اتنين، أما في البلاطو الله أعلم، أمي أقوى من أمك. الآن كنت نوقب، علاش كنت نوقب؟ كنت نوقب على العنصر المهم تاع التوابل تاعنا تاع البرنامج مع أول أسرة وشوط أول، وكي نقول لكم كل هذا راح يجي في بالكم أمي أقوى من أمك، البرنامج الذي يأتيكم على شروق تي في. سيداتي ونسي سادتي أينما كنتم وحيثما وجدتم، سلام سلام سلام، أمان أمان أمان، وطبعا يكون السلام ويكون الأمان وتكون الحركة وتكون الخفة ويكون النتائج بيان سير مع العالمية تاعنا والشخصية تاعنا القوية تاع البرنامج والحلقة القوية تاع البرنامج موني كوك. سلام موني. سلام فيصل، واش راك؟ لاباس؟ حالة الحمد لله. لازم تكون الحيوية والنشاط يا موني، لازم الله غالب. وانتم تاني مشاهدينا ومشاركين ديالنا تاني لازم تكونوا نشيطين وحيويين باش تربحوا. الأسرتين رايحين يتنافسوا باش يربحوا مبلغ مالي، هذا المبلغ المالي يتراوح ما بين 5 مليون سنتيم، ويقدروا يربحوا كذلك 10 مليون سنتيم إذا كان راحوا العدد الثاني، ولا راحوا العدد الثالث 20 مليون سنتيم، ولا راحوا العدد الرابع 40 مليون سنتيم، ولا كملوا العملية بخمس أعداد كاملة راح يتحصلوا على 1 مليون دينار، يعني 100 مليون سنتيم يدوها معهم في الصك. يا سلام. وباش تربحوا لازم تركزوا على 3 قوانين. الأول هو أنكم لازم ديروا لنا طبق من اختياركم في وقت محدد، لازم تكون عندكم دقيقة برك باش تجيبوا فيها الانجريديون، ثم تحترموا هذه الدقيقة كرونو باش تجيبوا كامل واش تسحقوا. والقانون الثالث والأهم، ركزوا لنا على البنة وديروا لنا بلا بنين. هذا ما كان، هذا ما كان حاجة سهلة مهلة وما يكومبليك لا في نو الو وي ستريسي. روحوا مباشرة سيداتي أوانيسي سيداتي يا مونيكوك، راح نتعرفوا الآن على الأسرتين ونبدأوا الأسرة الأولى مع شاهيناز البنت والأم حكيمة، بعد ما قطعوا معنا شوط مهم من البرنامج وبعد التردد لإعادة المشاركة وصلوا إلى العودة مرة ثانية وخوض تجربة رائعة أخرى. الأسرة الثانية مع البنت خولة والأم زليخة اللي يحبوا الحركة والنشاط خاصة العمل في المطابخ، وإحنا المطبخ تاعنا تاع البرنامج راهو يستنى فيهم، ما نقولهم حظ موفق للكل، حظ موفق للجميع، وحظ موفق ووفير وأوفر الموني كوك، باسكو الموني على بالي بلي الآن راكي رايحة تروحي للمقصورة تاعك وأنا نقعد وحدي أنا. لا لا ما تقعدش وحدك، تكون مع المشاركين تاعنا وعلى بالي بلي هايلين. أنا أقول لكم لا تذهبوا بعيداً، ابقوا معنا جينجل. بداية راح ينطلق الصوت الأول ونعود ونرحب بكم من جديد، وهذا المرة بيشير مع شاهيناز. زعما قولي لي شاهيناز صح؟ هيا لا شاهيناز، ياك صافا شاهيناز بيان لاباس، صوت أول برك هذا ما كاين والو. ياك أنت شاركتي معنا في دورة أولى وربحتوا 5 ملايين سنتيم مع الأم حكيمة، يا سلام، وأمك كانت أقوى. ودوكا كي قلت لك زعما حبيت نربيها لك زعما باش تدخلي معايا، سكتت. يا حي يا حي على شاهيناز. المهم شاهيناز عندك دقيقة واحدة بينا واش تجيب لنا ومن بعد كامل ليزانغريديون، ولكن قبل هذا الشيء لازم نعرفوا موني كوك واش خيرت لكم كطبق تاع اليوم. على كل حال الأطباق هو من اختياركم، ولكن من الخمسة هي راح تخير طبق ثاني في دورة ثانية واش كاين تحت. ما تقولوليش الانغريديون، قولوا لي الطبق راح تخدمه. الرز نورمالمون. رز باش بالدجاج؟ رز بالدجاج بالطون. اه رز بالطون، رز بالطون. وانتيا كيف كيف تما تفهمتوا على راسي واش عليه؟ دوك نشوفوا 3 2 1 بسم الله على بركة الله. اوه هذا طاجين زيتون، انا كيشوف الزيتون هكا ما عندها طاجين زيتون. لا قول يعني غلط. شامبينيون مع زيتون ودجاج، شامبينيون لي فريت بالدجاج والزيتون ولي فريت تانيت. يا دراج حار راح تعطيكم من الوقت موني كوك باش تحضروا لنا هذه الوجبه، على خاطرش راني نسمع 4 اشياء او 3 اشياء تحضروها في نفس الوقت باش من بعد زالي ميلونجي، يعني ديروا عمليه تاع خلط باش الحاله تكون بنينه. واش بك انت راكي دايره من هيك يا حاله شاهيناز؟ الدقيقه الواحده يا حاله السناي، قلت لك روحي يا حاتم تمرح
شاهيناس مازال ما قلت لك حتى حاجه. راكي مستعده شاهيناس؟ جو ماتنو. دقيقه واحده وبدات تمشي، ما حبش تمشي. لا لا بدات تمشي. 59 58 جابت لنا الملح، جابت لنا الفلفل الكحل، مانيش غلط. 55 ثانيه 54 ثانيه الزيت. شامبينيون كولي حطوه منا زيت فوالا. شامبينيون كولي راه وين نحطوا العوامل تاعنا؟ 47 ثانيه 46 ثانيه ان شاء الله يكفيك الوقت. الزيتون يا سلام. شامبينيون ورا شامبينيون باش توجد هنا لاكخان فريش. مش حاطين لي شامبينيون فرماتي ترابي. شامبينيون شامبينيون فطريات. مش حاطين لي شامبينيون. هذا الدجاج ياك مانيش فاهم. دجاج 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 مانيش فاهم. 33 ثانية 33 ثانية كاين. حوسي مليح دبري راسك. حوسي مليح الشامبينيون. هذا الثوم باهي زعما راني نشوف فيه دي تيكي اسكو الثوم ولا لا. هذا بصل ياسر. 24 ثانية حذاري. 22 ثانية 21 ثانية. ارجعوا لي هذوك ارجعوا لي هذوك ارجعوا لي هذو معاك غلطة وانا ماشي فريجيدار. هذا فريجيدار دبري راسك. انا لا يهمني لا يهمني. خفي شامبينيون. 14 ثانية 13 ثانية شامبينيون تلقاه من جهة اليمين ولا ما حطولكش الشامبينيون معناتها يكون هنا في لي زونفيرون. 8 ثواني 7 ثواني ما كانش الشامبينيون يا جماعه. 5 ثواني ما طلعش الشامبينيون. ما كتبتوهمش ممكن تدن عندكم ما كتبتوهمش في الريسيت تاعكم وانا على بالي بلي ما كتبتوهمش. يديك في السماء راه جابت لي البصل. لا حول ولا قوة. يديك 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 من جهة اليمين. أمي 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 يا أمي يا زليخة يا أمي. سي سي كتبناه. يديك. بصح كاين شامبينيون في لابواط لهنا. على بالك باللي مونيكوك الان دار التحريات وراهي تقول لكم باللي الشامبينيون ولا الفطريات ما كتبتوهاش. ما تنساش دوك زعما حتقول نو لا كتبناها. ما كتبت تعرفي خير مونيكوك تيا بدينا مونيكوك عطينا الوقت اللازم باش يحضرونا هذه الوجبه. كان شامبينيون ما كان شامبينيون انا لا يهمني. صح في البنا يا جماعه. صح في البنا تبري راسك. صح في البنا ديري البولي دي شامبينيون. الوقت اللازم عطاتكم 15 دقيقه باش تبداو الشوط الاول. هذا يكفيكم الوقت مازال باش انه مازال عطيتك الانطلاقه. عطيتك الانطلاقه مازال. امي حكيمه اختي شاهيناس الوقت هذا يكفيكم 15 دقيقه ولا لا؟ ان شاء الله يكفينا. على حسابك يكفي باذن الله. ذكيه جدا حكيمه وراح تكون الكوتش القويه تاع بيان سور. الكوتش هاكي كوتش بيان سور. امي كوتش تاع شاهيناس. يلا انطلقي 15 دقيقه و59 14 دقيقه و54 14 دقيقة و51 تعاود نذكر اونسي جامي راح من جهة اليمين راح يتقدم ليا. ما تنساش الحطبة. قلنا الحطبة الحطبة الحطبة. الور عندنا تيجوني كرام فراش. هلا عندنا كذلك فرماج رابي تاع وحدة روج. هذه فرماج روج ماما مو لا نو نو فرماج بلون جو كخوا. هذا الثوم بيان الزيت البصل باش يديروا لنا عملية تحضير تاع الزيتون بالدجاج بلا شامبينيون باسكو نساو باش يكتبوا الشامبينيون في القائمه تاع التوابل تاعهم. يا سلام انا نخليكم اصلاً ما تزعفيش. نو مانيش زعفانه. شتي البصل طاير في السماء. كسرونا معاكم مقلاه. بون خليكم دقيق دوك نوليدو. كسرونا دوك نولي راح نشوف انا القائمه هذه تاع اللي ما فيها الشامبينيون كيفاش راهي دايره الحاله. شاهيناس جيبي كسرونا باش تغلي الزيت. حطي فيها شويه ما سبقيت الزيت ونغليه. شعلي النار الكبيرة. شعليهم كامل. طب زين شي شعلي مازال بون. حطيها شللتيه ما شللتيش؟ معليش ما شللتوش. معليش حطيها. 13 دقيقة و11 ثانية. ديروا في بالكم باللي يا جماعة رحت درت انفستيكيشن. اي وي رحت درت اي والله قلنا حافظي على التباعد. حافظي على التباعد. انفستيكيشن تاعنا واش تقول؟ تقول باللي انتوما ما كتبتوش معليش في القائمة تاعكم. انا درت رجعوها بولي بلي شامبينيون ما كان ورا شامبينيون ما كان بولي بالزيتون. ما كان زيتون مثلا بولي بالزيتون نرجعوها. احنا ماشي صح كنا في البنا. معليش احنا نذكر المشاركين تاعنا اللي يحبوا يشاركوا معنا نقولوا لهم باللي كي تشاركوا معنا بالوجبات وتكتبوا لنا التوابل كي تبعثوا لنا التوابل بعثوهم كتبوهم كامل ما تقولولناش كتبتاهم قد ما تبداوش على خاطر حنا نجبدوا لكم انفيزيكيشن يا جماعه. نقول لكم فوالا ها واش كتبتوا. فهمتوا تري بيان صافا شاينا صافا بيان دابا من بالي قاعد تقول لي صافا با خلعتيني انا شفت فيها واحد الخزره يعني غريبه وعجيبه. 12 دقيقه و18 ثانيه
11 ان دقيقه بزاف بزاف 12 درتي بزاف 11 حطيها فوق النار حطيها في النار وميم طون 11 دقيقه و6 ثواني قطع الدجاج وميم طون 12 دقيقة و2 ثانية 12 دقيقة و59 ثانية 11 دقيقة و59 عفوا 11 دقيقة و55 ثانية 11 الثانية و51 و50 ثانية و49 و49 المهم راهي تقطع لاباس يا حكمة روحها مع الوقت الذي يتدفق واللي يمشي ويعبر ويمر ونحن كذلك نمشي ونعبر ونمر عبر الزمن عبر هذا الوقت ما كاينش على النهار لا قلبي مليح حكمي مليح هذه هي باسكو فيها لو سيستيم دو سيكوريتي بمعنى فيها واحد السيستيم نظام تاع الامن باش نحافظوا على رواحنا سي جامي ذاك النهار النار طايره وكذا سي جامي وهذا غاز مع غاز اصبي النار هذه ماهيش مانيش نشوفها قويه عادي عادي المهم ما تنساش تقدري تستعملي هذاك الماء اللي تما في هذيك باش تمرق بها ممكن 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 10 دقائق و34 10 دقائق و33 10 دقائق و30 ثانيه 15 دقيقه نديها لكم باش تحضروا لنا هذه الوجبه ان شاء الله يكفيكم الوقت اذا كان حابه تدخلي امي ما تنساش تضغطي على الزر الاحمر ولكن بعد 10 دقائق من هذا الزمن بمعنى انك خمس دقائق أخيرة ممكن أنك يعني تديري لنا صدمة إن صح التعبير في ذلك فيصل سقسيها زعما اسكو البونس كو رايحة تقدر تقلي البطاطا ولا لا لا بالك تجيبيها لي مقرسلة حسنايا أنا ما كنتش قاعد لكم ونيكو أتونسيون أتونسيون جيبوا لي بطاطا مقلية مقرسلة بطاطا كاش بطاطا سابقوا بين قلتوا لي بطاطا هي اللي قالت كنا حنديرها شباح شباح برد داكور شاطرة شاهيناز كي شافت الوقت ما يكفيهاش الا سوبريمي البطاطا من سي زانغريديون دوكو دوكا ما حاش ديرها بصح النشاط ما كاش النشاط لازم هذا يطيب النشاط هو الداخل ايه والداخل العملي كيفاش راهي ما نقدرش نفسر لك الان السياله العصبيه تاعها كيفاش راهي الداخل وكيفاش راهم يقولوا لها واش راهم يقولوا لي كلوبين روج كلوبين بلون الدنيا مكلبه الداخل ما تقدرش تصور لازم عمليه تاع التوغل في كاش حقنه خطيره ندخل 9 دقائق و4 ثواني انا نخليكم تزيدوا كشما كاش افكار كاش تزيدك وراكم راكم بيناتكم نشوف جارتي انا جاي عندكم جوارينا يما يما زوليخه وبنتها خوله يا سلام دوك نولي كاش ما ديروا لا كاش مشكل شاهينه بالك كاش ما ديري حل البصله هذيك دي خبيها دير معك حبه قارص شنو كنت دير حبه قارص شامبيون غطي عليها خليها بتي في 8 مينوت من دقائق عندك ديباغاسي لو طون لي ديباغاسي لا تاب تاعك ديباغاسي هذيك اغسلي مي هذاك اللي قاعد لو غيس غسلي هذيك مسحي لو فون تاعك فون دو تاب تاعك بسم الله يا الله خولة لا باس عجبتك عجبك البرنامج تاعنا لا صافا تخي بيان صافا تخي بيان حالة والأم ما شاء الله صح في الأم أنا ما شاء الله قلت لك أنا قلت لك الانطباع تاعك صح الانطباع اللي نسحقوا حنا تاع الأم حبك الاسم زوليخا انا عندي هدف العائله يعني بزاف ونحبه بزاف هذا الاسم ما تحرقلكش النجمه عاشت الاسم يا سلام انت واش ديري في حياتك انا خدامه في بون في الكونت في البريفي وعندي شان يوتيوب يوتيوبرز صح يا مؤثره اجتماعيه عن طريق التواصل الاجتماعي شاهيناز نو شاهيناز خوله خوله مهم كيما نقولوا البصره معاكم شيقه الله يعطيك الخير اللهم نحكي معي ما نقعد نحكي معي اللهم كاع امي امي هي الصح صح انا امي هي الصح الدجاج نعم الدجاج طاب نعم الدجاج شبيه طاب خمس دقائق و12 ثانية، خمس دقائق و10 ثواني، تسعة، ثمانية، سبعة، كي نقول لك هكا معناتها تقدري تدخلي إذا كان حابة تذوقي مكالا ولا حاجة ولا كش ما نسيتو ولا ما على باليش أنا، خمس دقائق بالضبط خلاص تقدري تضغطي على الزر الأحمر حذري، تدخلي تدخلي، لا تدخلي مالا واش راكي خلاص دخل 51 50 ثانية 49 47 با 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 دخلت دخلت أربع دقائق مالكي مالكي ترجعي المغرف مالكي حذري كي تذوقي ما ترجعيش المغرف يا سلام مزية وبوبو أربع دقائق و27 26 25 ثانية بابا 23 22 زاد 3 20 19 17 16 ما تنساش الزر أو لا 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 ويعود يتدفق الآن الوقت يعني ديري ديري
ديري ديري براحتو ولا يعني عاودي ولي لا مجرى طبيعي بزاف بزاف حباك لا تستعربك خفيفه شوف شنو تراك مالغي لو بوا بلا ما تبان بلا ما وما تبانيش قول ما تبان قول بالك هذه تراك راك با 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 تل دقائق وخمسين تل دقائق و49 ثانية كما تشاهدون على صورة سيداتي أو نسي سيداتي في هذا الشوط الأول شاهيناز راهي قوية وكانت دارت لنا واحد ليزاستيس تاعها أنا قبيلة قلت نسمع بوليكو بلاك ترجعي الداخل بلاك ترجعي الداخل هذه لقات واحد ليزاستيس شاهدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله فيها خير أنا هذا واش نتمنى فيها خير اون صوص بالزيتون بلوس لا كريم فريش سي اوريجينال جامي جامي سييتها تل دقائق و18 مليح تلتقى طفي 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 نار في يا حياة أبدو المشاكل فوالا وزاد ربعتها لداخل باش تلهب مني تاع البلاط ونسحق وزيد على بالك واش عجبني الحال تما يا حي مرمي شويه مرمي شويه ما طفيتها انا نشم يعني واحد الرائحه قريبه ريحه الحريق يا ياك عندنا 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 القفازات هاهم لك القفازات هاهم لك هاهم لك القفازات هاهم لك القفازات هاهم لك 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 راكي في المرحلة الأخيرة حداري ثم حداري حيا 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 ما عليك كيفاش تبدل دقيقتين و 38 دقيقتين و 36 و 35 و 34 دقيقتين و 32 جوج دقائق و 30 و 29 الآن جوج دقائق و 28 جوج دقائق و 26 جوج دقائق و 25 و 24 و 23 جوج دقائق و 22 جوج دقائق و 20 جوج دقائق و 19 وين تدخلي و18 جوج دقائق و16 و15 جوج دقائق و14 و13 و12 الثانية راكي جاية قولي لي كي يكوني جاية ندير تباعد انا ثاني دقيقتين وستة درتي الفاكسان انت درتي الفاكسان نعم اها دارت الفاكسان حال ما درت الفاكسان دارت ما مخرج دار الفاكسان انا ما درتش الفاكسان دقيقة و 58 انتوما كذلك ما تنساو ديروا الفاكسان يا جماعة دير الفاكسان دير دير انا نقول لك ننصحك نصيحة لك دير الفاكسان مليح الفاكسان دقيقة و 50 ثانية دقيقة و 49 فيصل والعالمية وراهي العالمية ما كاش معدنوس اليوم انا ولفتوا لي المعدنوس ما كاش معدنوس العالمية هذا ما كاش ماش عليه ماش عليه ما كاش عالمية دقيقة و 34 دقيقة و 33 دقيقة و 32 دقيقة و 30 هاي و 30 هاي دقيقة و 29 دقيقة و 28 خلينا نلحقوا الدقيقة الأخيرة والعد التنازلي راح يبدا وراهي صادمة ياك شوف ياك راهي صادمة خويا ما تحشم ما والو قلنا التباعد اختلي اختلي يا شاهينات دقيقة و 18 دقيقة و 17 دقيقة و 16 دقيقة و 15 و 14 دقيقة و 13 ما تقول لنا والو شاهينات دقيقة و 16 شاهينات نكملوا ولا نحبسوا سي بو خلاص حبسوا سي بو خلاص حبتي كلش ريحي في مكانك تراك دريك مليح مليح ايه الخراق زعما يوتيوب بس قاعد دام على بلاش دام ايه يوتيوب بس سيدي بلي علي سي بو انتم عاملها رجال خفاء كامل ونساء الخفاء كذلك بون خلاص سي بو نحيو هادي نرفدو البصل نحطوه منا المقلة هادي تحطيها لنا أنا غريب حرقتي لنا الحالة حد أي معلش نسامح لك هادي نسامح لك المهم احنا نحطو هادي هنا ونحطو هادي هنا يا نجبدو هادي هنا نحي يدك يا أمي نعاون لا تعاونينيش أمي أنا ندبر راسي أمي معلش أمي بسم الله بسم الله ما شاء الله يعني كي تشوف هكذا وراي راح الجيران يلا 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 وراي راح الجيران هذا تاع الجيران وهذاك تاع الشاف يلا هيا روحوا الجيران روحوا يسنوا فيكم خونا رم جايين ما تشريش راسك مونيكوكا اي 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 موني ام كومين انا جاي واحد النكهه رائعه كانت هذه المشاركه تاعي الدوزيام كنت شويه ستريسي كوم جي اوبلي في لا روسيت ما حطيت شامبينيون مي الحمد لله جازت بيان وان شاء الله تقعد امي هي الافواه يلا نذوقوا هاد الزيتون اللي دارت لنا شاهيناز دونك زيتون بالدجاج نتيجة رايحين تعرفوها سيداتي ونسي سادتي نعود نولو معكم نزيد ونرحبوا بكم على خاطر تستاهلوا كل الترحاب وننطلق مع الصوت الثاني والجوله الثانيه بيان سور مع شاهينة زي مجالي مليك نو مع خوله ايوي اللي جات مع الام تاعها زليخه ورايحه قلنا خوله اليوم
وتتحدى بينزير شاهي ناز وأمها حكيمة وتقولكم أمي خولة هي اللي راهي في الهرم، هي اللي راح تقعد على العرش، وهي أحسن أم وأقوى أم في البرنامج إن شاء الله في آخر بإذن الله. ياك لاباس؟ الحمد لله. راكي واجدة؟ إن شاء الله. أمي راكي واجدة؟ يا أمي راكي واجدة متأكدة إن شاء الله. جميل جدا. قبل الدقيقة ماذا بيا نعرف واش كاين تحت هذا الجرس، واش خيرت لكم مونيكوك كطبق تحضروه لنا اليوم مثلا؟ انتم شاركتوا معنا بخمس اطباق، ماشي خمس اطباق طائره، خمس اطباق تاع تاكل اكزاكتومون تاع التغذيه ولا الاكل، واحد فيهم مثلا مش عارف انا واش بالك غولي تاع البيض بالصوص فرماج صح لا ريسيت اسمها لا ريسيت اسمها الاكله هذه واسمها اسمها غولي تاع البيض بيض برك واحد واحد غولي اه صح قال بيض غولي وي مليح هادي هذا شغل هذا ماشي بلا دي ريزيستونس حاجه يعني ندخلوا بها لا ولا نورمال ممكن نديروا معاه صوص فرماج تقدر تكون ممكن اه داود باشا نعم داود باشا والله ما سمعتك داود باشا داود باشا ولا داود باشا داود باشا اه داود باشا اوغلو داود باشا اوغلو بلي عادي ثلاثة اثنان صح داود باشا اوغلو هادي اكد لي عليها واحد بسم الله على بركه الغوطون الطون التونه سمكه الطونه العنيده متواجده هنا بالاستوديو يا سلام يا سلام يا سلام خولة نحب نفهم عباك انا نتكلم مع خاوتنا منا وانت فرحتي جاتك فرحه لماذا؟ لا بس كي شفت الطون تفكرت البلا اللي قلتو نعم الغولي اه الغولي تما تجبديها بيان سير وفيها في غير الطون برك ولا واش فيه؟ لا فيه خضره فيه خضره فيه الفرماج فيه البيض وفيه صوص يا خولة بعد الدقيقة اللي راح تشوف الدم شفتيها راك تشوفي فيها مليح هل انت مستعده يا خوله خوله راهي هكذا راهي اكل كما يقولوا راهي اه يلا خوله حداني يا خوله حداني يلا جيب لنا كامل لوازم الخياطه ما تنساش التوابل يلا قوي انطلقي 59 ثانيه 58 ثانيه 57 ثانيه ما تنساش خوله كي تجيبي لي لا 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 لي زيبيس جيب لنا كامل التوابل حطيهم لي هنا داكوردو 50 ثانيه 49 ثانية 48 ثانية يا خولة قعدت تما خولة راحت ولا متعود زبدة والله اسمعي اسمعي الأم شنو تقول لك قعدت تسقى ما تنساهاش هنا خولة هنا خولة معليش هاي راح معليش 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 راح خولة راح عليك الحال هذا الملح هذا الفلفل الكحل هنا 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 خولة هنا خولة هنا شوفي آخر مرة عندك بطاقة صفراء خولة خلاص قعدت لك مونيكوك عندك بطاقة صفراء اه دبري راسك فلفل حلو هذا فلفل حلو فلفل حلو صفر فلفل حلو أحمر هذا زيت بايض ما تنساش البيض حطي لي هنا حطي لي هنا معليش معليش جميل جدا هادو اه فرامج يا فرامج حالة فرامج اه زيتوني زيتون الله الله هكذا ما فيش العظم بيض شي مسلوق بيض بيض خضر زبدة العظام بعض مرات يقولوا هادي مارغارين ياك رحتي قابل يا قادي في مكانك يا حي يا حي يا حي يا حي سبعة ستة خمسة ثلاثة وما تحبش تجي اثنين واحد معليش طاح الخير ارواحي عندي ولي خلاص يدك سما طلع يدك سما عندك بطاقه صفراء ثانيه نورمالمون عندك بطاقه صفراء ثانيه معناتها نحبسوا البرنامج لا غالب ما عندك ما عندك ما كاش ما يسمح نغلق انا الفريجيدار على سعدي ويامي واش عليه واش عليه هكا ديروا لي قلت لك حطي لي هنا حطي لي له قول لها ديري لي هكا دير لي هكذا ايه تفرفش هذا الحليب ولا حليب من اللي حليب وي حليب بدي من الحليب وهذا كريم فريش نحبوها من هذه الجيشابة كريم فريش بقعد حمراء هكذا بالجيشابة حمراء وبيضاء اه صبا امي ما نسيتو حتى حاجة شوفي مليح شوفي مليح البصل بخ ما لقيتوش خونا ما نسيتي والو شوفي مليح البصل ما لقيتوش البصل البصل تما تحوسي مليح تلقاي البصل البصل اه البصل كاين موجود معليش وي معليش بصح انا نقول لك انا نقول لك كي مونيكوك الان تعطينا المده خلاص هبط يدك قعدت هكذا مسكينه خويا انتم ما درتوا هكا استنى استنى درتوا هكذا ديروا هكذا ديروا هكذا رجال خافة هكذا نساء الخافة الجماعة كاع بون معليش سي با زان بروبليم خولة راكي على بالك التركيز تاعك كاع راه مفتت لازم تعاودي تطمي التركيز وتحطيه مليح في المخ باش تركزي مليح امي كي مونيكوك تعطيكم المدة الزمنية تاع الوجبة هذه تحضروها عندك عشر دقائق الاولين
كي يخلصوا مباشرة تروحي تجبين البصل، ولكن لازم تروحي بسرعة فائقة. لماذا؟ لأن عندما تضغطين على الزر الأحمر الوقت سيتسارع. ان شاء الله فيها خير يا درا مونيكوك. شحال راح عطاتكم الوقت اللازم باش تحضروا لنا هذه الوجبه؟ 15 دقيقه نظن انا على حسابي. ما على باليش كيف البصل لازم يطيب مليح. جاب لي ربي ما على باليش، انا ما نعرفش، لازم تلقاو مالا تلقاو الحكمه كيفاش البصل هذا ماشي شرط انت على بالك انا ما نعرفش. ماشي شرط وي ماشي شرط، مي انا جو بونس كو البصل ني با انديسبونسابل في هاد لا ريسيت. بصح تنطلقين 15 دقيقة يلا. بصح ما تجيبيش البصل ولا ممنوع عليك. 14 دقيقة و57 و56 و55 لازم تجيبي كامل المواعين كما نقولوا الأواني اللازمة لتحضير هذه الوجبة إن شاء الله الرائعة. ما تنساش الحطبة، ما تنساهاش. شتي راني نورمالمون ما نعاونش، مي انا معليش لازم نعاون. 14 دقيقة خولة هارم الموس. شتي كيف هارم الموس؟ هارم الغاطي. هاوليكم لا ماهيش مليحة اليوم. ستريس التوتر القلق. يا سلام 14 دقيقة و23 ثانية و22 ثانية خولة نورمالمون هي يعني راكي في عالم اليوتيوب يعني تقدري من خلال هذاك صبعك. اسمحي لي خوله بالعقل يا اختي العزيزه، ولا ديرينا هكا وعلى قلبي روح هكذا يا ولدي هكذا الموتيز على صبحها بالعقل خوله. مالك ادني المقله تاعك هنا مثلا 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 هكذا. شوفي خوله هاو العمل تاعك هنايا مثلا مثلا باش الحالة تبان تكون شابة ورائعة، وانا نخليكم واحدكم على بالي راهي متوترة باش يعني نخليها وحدها مع الأم تاعها. ريخة تهلاي لي تهلاي لي تهلاي لي دوك نولي نروح نشوف انا الجيران تاعي. توحشتهم يا ايه انا ماما كنت دخلك عشان تجيب لي الثوم والملح والثوم والبصل والطون. لا لا تقدر تستعملو هذاك الطون اللي راهو تما تقدر تستعملو فيصل قول لها. سمحوا لي على بالكم باللي شوفي كنت راح نشوف الجيران ومن بعد هذيك مونيكو قالت لي كيفاش تخلي الطفله هكذاك ومنا قالت لي تقدر تستعمل مثلا هذا هذا تقول لي مثل هذا. انا مازال ما لحقتش كاع بك راح نلحق ندقدق على الجيران عيطت لي مونيكو قالت لي عاودي دوك نروحوا نولي على ندير وليها كاع على شقيتك فيصل. اسمح لي اسمح لي مونيكو ترفض لها طلب العالميه ترفض لها طلب. لا حذاري من النار حذاري من كلش. زيد دير زيد دير زيد. انا هذه المره نروح ونخليكم تستعملوا الطون هذا هذا الطون حطيناه باطل هنا ان شاء الله. صح ما تنساش امي يمينك اليمين مليحه اليمين فوالا بزاف شويه تما هكاك لا تتحركي بتاتا امي لا تتحركي. على كل حال امي كي تحب تتحرك تتحرك يا الام يا 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 كل كل في الكل دير واش تحب الام ولكن مكانك دوك نولي هاني جاي ليكيب هاني جاي. Je peux rentrer? Oui, oui. Oh, merci, merci. Vous en prie, vous êtes très gentil. Aïe, عايش كم دوما. آي 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 تحس كم عم تولد بس كل هيك ولا غير خلعتني أنا رهيم متوترة البصل على البصل ما قدروش يجيبوا. بصح هي قالت لي خولة لا ما متاحة واسمها زولي قالت لي بلي سي با زا بروبليم يعني لا كان ما تحمص به الدجاج. لا تقولي لي لا تحمص ولا زعما انا على بالي زعما انا يا زعما كويزيني عظيم جدا شاف تهضر مع الشاف يا ودي انا ندير شرمله. تعلمت لا لا نعرف ندير مشرمله نعرف ندير مشرمله شفت المشرمله هذا واش نعرف انا نتمنى لكم غير الخير ان شاء الله. تشاو ومن بعد هو فكا فكا ما طيبتيهاش بلاصه طبخ خلاص دير على الدور دور ديري مليحه هاد الطريقه اللي راهي تستعمل فيها راهي حكمه غراف وراهي دير البيض تاعها بشويه هكايا باش تروليها تتحكم فيها كي تروليها وما تكسر لهاش. 7 دقائق و11 ثانيه واش امي زوليخة لاباس؟ مليحه مليحه هاي مسلكتها خوله صافا صافا صح راني نشوف الدواء راهي 6 دقائق و 58 اذا كانت تحب تستعملي البصل يا امي العزيزه ما تنساش تضغط على الزر الاحمر ولكن كي تقعد لك 5 دقائق مش ضروري ممكن جدا بالك في هذيك الخمس دقائق كش ما ديري ما على باليش انا ما
تعطي لها وتجي هنا تنصحيها. قال فوالا هاك البيت تمتم تروحي رابيت تعطي لها. لا قلت البيت تعطي لها البصل تعاودي تولي منها مباشره. قال ها وش تبي قطعي بهذه الطريقه ديري رقيق ديري خشين ديري كذا استعملي ملقى واحد اخرى ديري كذا كسروا لنا واحد اخرى ما تسمعي فيها ما تسمعي. ممكن جدا انا قلت لا خليها ست دقائق 24 ثانية ست دقائق 24 ثانية ست دقائق 21 ثانية نحي البيض نحي ديري بكسروح ديري كسروح ديري بقريب حرقتي لنا البيض قريب الشعرة يعني موني كوك الشعرة ودرنا العملية في البيض هذا راه من بعد ما كان لا عالمية لا والو ست دقائق وخمسة وخمس دقائق وخمس ثواني عفوا ست دقائق وثلث ثواني ثانيتين موني والله غير كأنك هاو والله خمس دقائق خمسة وخمسين خمس دقائق وأربعة وخمسين خمس دقائق واثنين وخمسين خرجها هكا ما تنساش الجيران وما تنساش حطي حطي شد الطفل شد الطفل شد الطفل بابا 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 ولا لا ولا لا حط 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 جيبي 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 زوج طباسة حط برك معليش حطي جيبي زوج طباسة حطي برك معليش حطي برك حارة خمس دقائق وخمسة وثلاثين يا خولة خمس دقائق وثلاثة وثلاثين يا خولة خمس دقائق وثلاثين يا زوليخ خمس دقائق و 28 يا أمي خمس دقائق و 25 مش حدير ديري فلي منا لا صوت هديك درتو فيها فوماج فرماجو شكرا صحة وزيد لها شوية حليب شوية بنطلقها بس على حسب عينك يا ميزانك هذه 15 دقيقة 15 دقيقة 5 دقائق و 10 5 دقائق و 8 5 دقائق و 7 5 دقائق و 6 5 دقائق و 5 ثواني و 4 ثواني و 3 ثواني ثانيتين خلاص هنا تقدري تحبي كاش ما تدوقي كاش ما حاجه عبرتي على الزر هذا ما كان بس لازم تكوني لازم تكوني سريعه ومتسارعه تبري راسك اربع دقائق و 51 تدخلي ولا ما تدخليش خمي مليح اربع دقائق و 48 ثانيه اربع دقائق و 46 ثانيه واش هاد اللغه هادي تاعك لا 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 يا امي لا تقري لا 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 اربع دقائق و 48 اربع دقائق كان انا منك ولا غير ندخل اربع دقائق و 34 أربع دقائق وثلاثة وثلاثين دوكا تسمى هي تحكم تسمى هي اللي تحكم أمي هي اللي تحكم سبحان الله دوك تحب تبلونا ولا أربع أمي هي تحكم ما كاش منها كاع كان أنا منكم غادي نعبز على الزر الأحمر أربع دقائق وستين وعشرين لو كان أنا جيت في مكانك زعما أنا زوليخة زعما الله غير ندخل أربع دقائق وخمسطاش ثانية أربع دقائق وأربعطاش وثلاثطاش ثانية أمي زوليخة ما حبش تدخل أربع دقائق وتسع ثواني أربع دقائق وسبع ثواني ست ثواني وخمس ثواني خلي هو يطيب وقسم يديري في الطباسة أربع دقائق سوا سوا ثلاث دقائق وتسعة وخمسين وثمانية وخمسين وسبعة وخمسين بالك يا سبعك يا خولة صبعك ثلاث دقائق وثلاثة وخمسين واثنين وخمسين وواحد وخمسين وخمسين ثانية ثلاث دقائق وثمانية وأربعين ثانية ثلاث دقائق وستة وأربعين وخمسة وأربعين ثانية وأمي ما حبش تدخل أمي ما حبش تدخل أمي زوليخة لا تريد الدخول ولا لا ولا لا بنة عظيمة والله يعني هذا زيدي في تدير التفصيلة ماما مو زيدي وبلا واحد اخر ليا لا لا ما كاش ليا انا والو حطي كاع ثلاث دقائق و 23 ثلث دقائق 22 ثلث دقائق 20 ثلث دقائق و 17 ثلث دقائق و 16 ثانية و 15 ثانية اللي جيعان انا خلاص ثلث دقائق و 16 ثانية تسمى قال انا ما كان سيدي ديري واحدة ليا على ثلث دقائق و 8 ثواني وسبب الطونة العنيدة على باك تاكل هادي زعما بايض دور والداخل واش كاين الطونه العنيده باش تولي عنيد وتولي قوي صح الام تقعد هي الاقوى العنيدة الام اقوى دقيقتين و52 ثانيه دقيقتين و51 دقيقتين و50 و49 و48 اه بابا كان في خاطرك العالميه ولا غير كان العالميه لا معنا كي كاين العالميه خلاص العالميه شوفي ادخلي العالميه وديري العالميه فوالا سيدي مليكا العالميه العالميه فوالا دقيقتين و33 يا زيل فورماج خلاص جيبي المعدوس دبري راسك عبسي على خبر غير او عبسي مليح 33 21 20 19 بابا بابا دقيقه غير تدخل زوليخة تدخل يا سلام أمي زوليخة رائعة وانطلقت كالطير با 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 وتعاود تولي ماما مولا لا تعاودي منا حبسي ما ديريش هكذا منا تعطي لها روحي من هنا الوقت ويمشي 49 48 56 45 44 43 اعطي لها من هنا يلا لا لا هذا لا لا والله ما تستعملها اقسم بالله غير ندخل روحي قريب قريب قطعت ناخذ هيا حي والو ما كان عاودي 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 باش الوقت يحبس عاودي يا حاسوج وحده باك تكفي خلاص سي بون صاي اه ديري
إني أغرق. خمي معي. إني أغرق. لا ما نغرقش. دقيقة و سبع ثواني. وقتها تولي إلى مجراه طبيعي بصح الله غير. نقول لك حاجة خويا. المستعد مستعد واعر مستعد تاعي تلفت لي كاع خلاص ها راه لا 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 55 54 لحد الثانية الأخير الدقيقة الأخيرة 51 50 ثانية ايش رايك فيك الوقت 49 48 47 46 45 44 43 42 ثانية هوبا بابا 41 ترجع لي زانكريتيون لي سيبيس 38 37 36 حذاري ثم حذاري نحي لي هذه الشجرة هذه جابتنا شجرة تاع العالم شجرة العالمية مليح خليه تما معليش هذاك خليه ماشي مشكل معليش مليح مليح كذا بس 26 25 24 23 إذا كان أنهيت العمل قولي أنهيت العمل باش نحبس الوقت أنا 19 18 17 16 15 13 با 14 13 12 10 11 10 9 8 7 5 4 3 2 1 خلاص غير نساء الخفا اللي دراك ورجال الخفا غير نساء الخفا ولد منا بيان تري بيان مخرج سي بو سلاتشو لانجينيو دو سون الغراب لا الغراب لا جميل جدا خلاص سي بو سي بون جماعه سي بون نساء الخفا خلاص لا لا قعدوا هكذا واش بيكم نساء الخفا لا 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 والله نقول لك حاجه يعطيك الصحه الله يسلمك يعطيك الصحه على التحضير يعطيك الصحه خاصه على العالميه سيتي ماليزي بون وين راه الطبق اللي راح للجيرانهم يستناو حابين يتمتعوا وكذلك مونيكوك حاطه الدوق هذا يروح للشيف مونيكوك وهذاك يروح للجيران نعم هذا يروح للجيران هذا تاع الجيران ما لا عرف ده ارواحي عرف ده خونا روحي مع الام معليش اعطيني هذاك اعطيني معليش هذا تاع العالميه مونيكوك روحي روحي ما عرفتها لي الحاجه وما نقدرش يا مونيكوك العالميه سناي مونيكوك هبك مازال هات تغلي الحاله مونيكوك العالميه مونيكوك ام كومن اولا لا كانت اول تجربه ليا هنايا في البرنامج كنت شفته بزاف في التلفزيون وفي اليوتيوب كان عاجبني والتجربه تاعي لهنا كانت ما شاء الله نتمنى اني ننجح اندرت قواش اللي نقدر عليه واذا ما نجحتش يكفيني شرف المحاوله كومن الكريم فريش نعم يلا نذوقوا هاد الاومليت رايحين تعرفوا النتيجه من بعد سيداتي أوانسي سادتي ليديز اند جنتلمان الحقنا إلى نهاية البرنامج ونهاية الحصة ولكن النهاية هذه يا ترى كيفاش راح تكون على خاطر الشاهيناز راهي حابة الأم تاعها حكيمة تكون هي الأقوى وبيان سور خولة بابا بابا با با حابة تثبت أن الأم تاعها زليخة هي الأقوى طبعا كل ذلك بفضل تحليل وبفضل نقاط وبفضل نتائج ميسيز العالمية موني كوك تفضلي يعطيكم الصحة على لي بلا اللي درتو احترمتو الوقت وتاني شفتم كيفاش كنتو تخدمو كنت انت يا كالم مي توا ريوسي افينيغ لو بلا ديالك شاهيناز شفنا بلي توا بخي شوية لامان توا بوكو ميتريزي كتر من المرة اللي فاتت من البلا اللي درتيه ان توكا يعطيكم الصحة كانت فيهم بنا انت يا كترتي شوية الزيت طون ديالك كنتي قادرة تنحيلو هذاك الزيت قبل ما ديريه باش ما تجيكش مزيتة بزاف الاومليت تاعك وانت يا شاهيناز كنتي قادرة تغلي لي زوليف تاعك انكور بلوس باش تروح لهم للملوحيه دوكا رايحين نعرفوا وشنو هو لو بلا اللي ربح معنا وشكون لو كانديدا اللي رايح يقدر يقول امي اقوى من امك لا ريبونس راهي هنا الجواب راهو هنا تحت هاد لا كلوش وبهاد الرنه تقدروا بالك تعرفوا شكون راح يربح افيصل الرنه والبنه والحنانه خاصه كيكونوا امهات تاعنا حاضرين هنا وامهات خاصه طباخات تاعنا اللي راهم حاضرين هنا يا درا شكون اللي يربح شاهيناز ولا خوله الكل ينتظر في الحكم
الكل ينتظر في القضية، الكل ينتظر النتيجة. يا سلام، الجرس تاعنا وش فيه؟ با 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 راكم ربحتوا 5 ملايين سنتيم. اقعدوا معنا هنايا، خموا هاسك تعاودوا توليوا ولا ما تعاودوش توليوا. اما انتم نقول لكم حط سعيد نعود بعد قليل. انتم خلاص، انتم على الاقل انا 5 ملايين هما مليحه الحمد لله. قسموهم شحال ديروا بهم؟ ما دخلش روحي ان شاء الله فيها خير فيها خير فيها خير. انا نقول لكم بارك الله فيكم، كنتم هايلين خاصه شهيده كنتي رائعه. بارك الله فيك. انتم تكملوا معنا المشوار وانا كون رايح هنا قاعد مازال ما كملتش غير رايح خلاص. انا لقيت الخدمه نتاعي انا ما تهدروش معايا. توليو توليو شوف ماما دبر راسك. لا دبري راسك هذا امي امي تولي ولي ولي خلاص تولي. شوفي نقول لك حاجه امي زوليخ، انا خلاص والله العظيم صدقيني والله غير حبيتك بزاف والله العظيم غير تولي. سيداتي اولي سيداتي وتقعد امي هي الاقوى. الي في دارتي الي بروف.